اليوم في مع حوالي الساعة 7:30 تلاقينا واحد الخبر فاجعة، وفاة الابن ديال الأخ ديالي على إثر حادثة سير، وما قدر الله شاء فعل. عزائنا واحد، وكنشكروا السلطات اللي وقفوا معنا واللي سهلونا الأمور كاملة، لا الدفن لا المسائل كاملة اللي كتخص الأمور ديال الدفن وهذه. والمشكل ديال الحوادث السير هذا مشكل، آفة هذه راه كتعرفوا، خصوصا في شهر رمضان المبارك هذا، كتعرف من الأول ديال رمضان والحوادث هنا هي في الطريق، أشقار هي في الطريق، وحوادث اللي ماشي حوادث اللي العادية، يعني طنجة حطمت الرقم القياسي هذه السنة هذه هذا رمضان هذا. ونطلبوا بعداك من السائقين شويه ديال التريث وشويه ديال، ومن لي باترونه ديالهم عاوتاني يرخوا عليهم شويه في شهر رمضان المبارك، لان الاوقات مزحمه والباب ديال لازون كتكون عامره، ملي كيخرجوا كيضطروا يعملوا السرعه لان كتبعوا ساعه اخرى وساعه اخرى. الحاجه الاولى هي ان السائقين ياخذوا واحد قسط كافي من الراحه، لان الناس ما كتنعشي، كتسالي في الوحده الليل او كتنوض على الصباح في الخمسه الصباح، هادشي راه ماشي هو هذاك. عاد السائق دابا ملي ما كنعرفوش حنا ديك السائق هذاك في المنزل ديالو اولا في البيت ديالو واش كيخضع عن شي راحه اولا كينعس، لان ملي كيساليو في الوحده كيمشي للمقهى عيجلس واحد الساعه جوج ساعات عاد ينوض عاود يخدم. هذا من بين الاسباب الرئيسيه في هذه الحوادث هذه. وبالنسبه لارباب النقل كخصهم هاد السائقين يكونوا عندهم اوقات متفرقه، ماشي وقت على وقت على وقت، الشيء اللي كيأدي السائق مسكين كيخدم هو مستريسي، هو لان تبعه سيرتو رمضان كيزيدوا ستريسيهم، لان الناس اللي في المعامل مساكن الله يكون في العولي عندهم ديورهم اللي كخصهم يمشيو يوجدوا الامور ديالهم والمسائل كامله. والمركبات عاوتاهم يكونوا عاو شي مركبات مزيانين، والسائقين الله يهديهم السرعه شويه تكون شي سرعه، لان السرعه راه لان الحادثه وقعت في واحد المكان اللي ما فيه حتى شي حل، لا فيه لا تشوير، ونفس الوقت الطريق راه شويه طريق واسعه وكبيره. يعني حنايا المعطيات اللي عطاونا الاخوان ان 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 المشكل هو المشكل ديال النوم والتزاوج، ولكن حنا ما كناش ما حضرناش ما عرفناش شنو هو اللي ما عرفناش السبب الرئيسي.